كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك شخص كافر يقتل المسلمين، وغضب الله تعالى من الكافر وأرسل عليه عذابا أليما، ولكن الكافر هرب وحدثت له قصة غريبة. إذا كنتم تريدون معرفة كيف عاقب الله تعالى الكافر فاضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات. وأخيرا لقد وصلت إلى قرية الكفار. حسنا، سوف أنتقم من هؤلاء المسلمين الحمقى، ولكن أولا علي أن أخبر أخي أبا فليفلة أنني قد هربت من قرية المسلمين، من سجن المسلمين، ولكن أولا لدي سلاح. ما هذا المكان؟ إنها قرية الكفار، لقد تطورت كثيرا، ولكن لا بأس. ولكن ما هذا المكان؟ ما هذا الصوت؟ لقد فهمت إن هذا الصوت هو ترحيب من الكفار. يا أخي أبا فليفلة لقد وصلت. أخي أبا فليفلة، أين أخي أبا فليفلة؟ إنها قرية الكفار، لقد وصلت إلى قريتي. مرحبا إخواني، لا يوجد أحد هنا. أخي أبا فليفلة، يا أبا فليفلة، إنها راية الكفار. نعم إنها رايتنا، طعام الكفار. حسنا حسنا حسنا، أين أخي أبا فليفلة؟ أين أخي أبا فليفلة؟ يا أبا فليفلة، يا أبا فليفلة، أخي أبا فليفلة، ما من أين لك هذه القوة الخارقة؟ أخي أبا فليفلة، لقد جئتك من قرية المسلمين، هربت من السجن، أريدك أن تساعدني بشيء واحد. أنت تفهم خطتي، علينا أن نذهب لننتقم من الكفار، هل توافقني؟ نعم أحسنت أيها الكافر، أحسنت، تعال معي، تعال تعال تعال، ولكن أولا من أين لك هذه القوة الخارقة؟ يبدو أن أبا فليفلة قد تمكن من التحكم بالبرق. أين اختفى؟ أين أبا فليفلة؟ إنك في الخارج، ولكن لا بس. أخي أبا فليفلة أريد قليلا من الطعام، أعطني الطعام، أعطني، أنا جائع، لقد عذبوني المسلمين، أتقبله على أخيك؟ طعام، طعام أخي أبا فليفلة، أريد طعاما. لا بس أنا سوف أخذ طعام، لا يوجد طعام، أريد طعاما أخي أبا فليفلة. حسنا سوف أكل القمح، لا بس كالحمير. حسنا. وبعدها قرر الكفار أن يأخذوا القليل من الطعام في رحلتهم إلى قرية المسلمين. وفي طريقهم إلى قرية المسلمين حدث شيء غريب. هيا يا أخي، أخي أبا فليفلة أريد طعاما، هيا. واو أحسنت يا أخي أبا فليفلة، هيا تعال معي، تعال، أين سيفك؟ أين سيفك أيها المحارب؟ أحسنت، هيا بنا لنذهب إلى قرية المسلمين لننتقم من هذا. أتحاول أن تخونني يا أبا فليفلة؟ أحسنت، إنه طعام، الكفار لا يأكلون الحلوى، دعها، هيا بنا لنذهب إلى قرية المسلمين. لدي فكرة، لدي فكرة، اسمع اسمع، إن المسلمين قد أخبروني أن لديهم الكثير الكثير من الأموال، ما رأيك بأن نسرقهم؟ وبعدها قرر الكفار أن يسرقوا أموال المسلمين بطريقة لم تخطر على بال أي كافر. تبدو فكرة رائعة، هيا بنا هيا بنا هيا. لقد أحضرت خبزا وقمحا وسيفا ليقتلهم جميعا، وسوف أحتل قرية المسلمين. أنا لدي خطة واحدة، خطة الأولى أن أمسك هذا المسلم اللعين وأن أسجنه في قرية الكفار كما سجنني وعذبني، والخطوة الثانية أن أسرق أموالهم وأن أغدر أبا فليفلة. وبعد أن وصل الكفار إلى قرية المسلمين شاهدوا شيئا غريبا. هيا يا أخي أبا فليفلة، لقد وصلنا إلى هذه القرية. نعم إنها القرية التي أخبرتك، دع البقرة وشأنها. أحسنت، إنك كافر حقيقي تقتل الحيوانات كلها. حسنا هيا بنا، إن الكنز يخبئونه في هذا المنزل، تعالوا تعال معي يا أخي، تعال معي. ما هذا المكان؟ يحتفلون بعيد الميلاد، سوف ننتقم منهم. لا إنها المكتبة، دعها وشأنها، دعها وشأنها، تعال معي، تعال تعال تعال، نبحث عن هذا المسلم اللعين، أين يختبئ؟ لقد كان لديهم سجن، أين السجن؟ يا أبو فليفلة أين أنت؟ حسنا حسنا أنت هنا، تعال معي، تعال تعال، نسرقهم جميعهم. أسرق أسرق، إنه طعام طعام، خذ الطعام خذ الطعام، خذ خذ خذ. حسنا حسنا، هيا بيا، هيا 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 يا أبو فليفلة، هيا تحرك. أحسنت أحسنت،
يبدو أن المسلمين قد غادروا هذه القرية، ولكن أين ذهبوا؟ لا، هل تعرف مكانهم؟ ما هذا المكان؟ لقد صنع، وإنه السجن، إنه السجن. تعال معي، تعال 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 معي تعال. انظر ما هذا، انظر انظر يا أخي أبو فليفلة، إنها قرية المسلمين. لقد بنوا قرية جديدة للهرب من عندنا. يا أبو فليفلة، أتعرف ما هي الخطة؟ الخطة كالآتي. لا 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 ترمي أي شيء. الخطة كالآتي: أنت سوف تذهب من ذاك الصوب وأنا من هذا الصوب لنقتلهم جميعهم. هيا بنا، هيا بنا، هيا هيا. موتي أيت اللعينة. حسنا، إنه السجن القديم. حسنا، قد أحتاج هذا السرير قليلا، لا بأس في ذلك. وبعدها قرر الكفار أن يهجموا على قرية المسلمين، وحدث لهم شيء غريب. هيا يا أبا فليفلة، هيا بنا. اسمع 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 اسمع، تعال تعال يا أبو فليفلة، لكي لا يكتشفوا أمرنا. عندما أقول ثلاثة سنهجم. واحد، ثلاثة، هجوم لنقتل هؤلاء المسلمين. أين أنتم يا مسلمين؟ ما هذا المكان؟ لا أحد في هذه القرية، غريب، ربما قد غادروها. عجيب، أين هؤلاء المسلمين؟ لقد أمسكت دعه يا أبو، لا لا تقتل يا أبو فليفلة، لا لا تقتل، ربما هو أسير. من أنت؟ تكلم، من أنت أيها اللعين؟ تكلم. أنا شيخ بندرمان المسلم. حسنا أيها الشيخ، لا تقتله يا أخي. اسمع، صوب هذا السلاح في وجهه، وإذا تحرك اقتله. حسنا يا أخي أبو فليفلة. ما سوي شيء. اسمعني، أنت الآن سوف تصبح أسيرا لدينا. قم قم أيها اللعين، قم، أخبرتك أن تقوم. حسنا، لا تقتله يا أخي أبو فليفلة، سوف يكون لدينا أسير. اسمع، أين ذهبوا المسلمون؟ أخبرني أين ذهبوا، أين ذهب المسلمون؟ أخبرني، إذا لم تخبرني سوف أقتلك. أخي المسلمين كلهم هاجروا قرية ثانية، تركوني بس بقيتان هنا في القرية كاملة. أين هم؟ كلهم تركوني. إلى أي قرية ذهبوا؟ تكلم أيها اللعين، تكلم. ما أدري الصراحة، قالوا لي راح نروح وهاي ما رجع بعد. ولماذا لم تذهب معهم؟ ألم تعلم أننا الكفار سوف نأتي لننتقم منكم؟ أخي والله يعني تقريبا كذا. لا تقل لي أخي، قل لي سيدي، هل تفهموني؟ قل لي سيدي. يا سيدي، كل هذول البيوت وكل هذول المباني أنا اللي صممتهم وتعبت عليها، ما يصير أتركهم وأروح. حسنا، الآن سوف تأتي معنا إلى السجن إلى حين قدوم سيدكم. تحرك من هنا، من هنا أيها اللعين، من هنا. طيب. تحرك. طيب. أبا فليفلة، خذه إلى السجن، خذه إلى السجن. اللعنة على هذا المسلم. وبعدها قرر الكفار أن يدخلوا المسلم في السجن، وعندما أدخلوه حصل لهم شيء غريب. اسمعني أيها المسلم اللعين، أنت الآن بالقرب من هذا السجن، إذا لم تخبرني الحقيقة فسوف تدخل هذا السجن ونعذبك كل يوم، هل تفهمني؟ يا أخي شنو؟ لا تقل لي يا أخي، لقد أخبرتك. أبا فليفلة اضربه، لعنة عليه، اضربه. لا 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 لا، تعال تعال، لا لا تقتل، لا تقتل. أيها الأعمق، كنت أنت تضربني بالقوس. أيها الأعمق، أخي أبا فليفلة. أيها لا، أيها المسلم، توقف توقف، أرمي سيفك. خلاص خلاص، أرمي سيفك، أرمي السيف وإلا، أرمي السيف، لقد أخبرتك أن ترميه، أرمي. بس عندي هذا، ما أقدر أطيه. إذا لم ترمي السيف فسوف نقتلك الآن. خلاص خلاص، ماري. حسنا، كن مسلما مطيعا وإلا سوف ترى. تعال إلى السجن، أدخل أدخل بسرعة. أبا فليفلة، احرس المكان، وإلا تعال معي، تعال معي لنعذب هذا المسلم. تحرك بسرعة، يلا تحرك. خلاص خلاص، لا تقتلوني، لن نقتلك، نريدك أسيرا لدينا لكي يأتي المسلمين ويحرروك، وعندما يأتون سوف نأسرهم وسوف نقتلهم جميعا. تحرك من هذا الصوب، يلا تحرك أيها اللعين. طيب لحظة واحدة، أبا فليفلة، أبا فليفلة، تعال تعال معي، ألست المسلم الذي سجنني وعاقبني؟ أخبرني، ألست هو؟ أنا الشيخ. سوف ترى ماذا سأفعل بك، سوف ترى. طيب. اسمعني، الآن سوف تدخل هذا السجن. أبا فليفلة، اسمع ماذا سوف أقول. أيها المسلم اللعين، الآن سوف تدخل زنزانة الموت. يا أبا فليفلة، قل نعم وأعطني مفتاح هذا السجن اللعين. الآن سوف تشهدون اللحظة الحاسمة، لحظة سجن المسلم اللعين. هيا ادخل أيها اللعين، ادخل ادخل زنزانتك، ادخل ادخل. اللعنة عليك، اخرج يا أبا فليفلة، اخرج اخرج.
اخرج يا ابا فليفله، قد اخبرتك ان تخرج. حسنا حسنا، سوف تبقى هنا الليله، وسوف اتي غدا اليك واتاكد من ما اذا كنت موجودا، وسوف اسالك عده اسئله. تكلم ايها الاحمق، ايها الاحمق، ارمي سلاحك، ارمي سلاحك. احسنت ايها الاحمق، احسنت. يا ابا فليفله اسمع، اسمعني يا ابو فليفله، دعه هو شأنه، دعه هو شأنه. وبعدها قرر الكفار ان يسرقوا اموال المسلمين، ولكن اسمعني يا ابا فليفله، اريدك ان تذهب الى قريه المسلمين وتسرق كل اموالهم، هل فهمت؟ اذهب، اذهب يا ابا فليفله، اذهب بسرعه بسرعه، وانا سوف ابقى احرس هذا المكان اللعين. اوه، لديهم كافتيريا، واو، سجن المسلمين رائع حقا. أين النادل؟ أريد طعاما. حسنا، لا، ليس لديهم طعام، سوف أبقى في هذا المكان حتى أن يأتي أخي أبا فليفلة. وبعد أن نام الكافر في الكافيتيريا، ويجي لواحد ويكتب لي بالتعليقات ماكو كافتيريا بزمن المسلمين، لا أكو، بكيفي بكيفي. المهم، عندما استيقظ الكافر من نومه حدث شيء غريب. ما هذا المكان اللعين؟ لقد مكثت هنا يومين كاملتين وأخي أبا فليفلة لم يأتي بعد. أين أنت يا أخي أبا فليفلة؟ لقد تأخرت كثيرا، منذ ساعتين ويومين أنتظرك. هل أحضرت النقود؟ رائع، أنت ملعون حقا، أحضرت كل هذا الأموال. نعم نعم، تعال معي، خذ هذا الباقي لك وتعال معي. وعندما اقترب الكفار من المسلم سمعوه يقول شيئا غريبا. هيا بنا يا أبا فليفلة، هيا بنا، اسمعني قليلا، أسمع صوت، لربما هذا المسلم يدعي، دعنا نتجسس عليه، ماذا يقول؟ يا رب طلعني من هذا السجن، يا رب، رب بليز يا أخي، الله يا أخي، حتى هذول الكفار ما حطوا لي أكل حتى آكل يا أخي، يا رب أريد أطلع يا رب. ماذا كنت تقول أيها اللعين؟ كنت أدعي الله حتى نحن في هذا السجن لا يوجد دعاء. يا أبا فليفلة، يا أبا فليفلة، اذهب وأحضر لهذا القدر القليل من لحم الخنزير ليأكله. اذهب. لا لا، ما أكل لحم خنزير. سوف تأكله، إنه لذيذ حقا. يا أبا فليفلة، أحضر لحم الخنزير، أريده مطهوا جيدا، سوف تأكل فيه القليل من الملح. أبا فليفل أعطه طعامك. لا لا، ما أكل لحم خنزير، نحن المسلمين حرام علينا منك. ولكنك سوف تموت من الجوع أيها الأحمق. أموت جوع ما أكل لحم الخنزير. حسنا، أبا فليفلة، أبا فليفلة، أخرج من السجن، دعني أعاقب هذا الأحمق، أخرج أخرج. لا لا، أخرج يا أبا فليفلة، قف هنا وأحرس هذا المكان، سوف أسأل هذا الأحمق عدة أسئلة. قف، اسمعني، السؤال الأول، أين ذهب المسلمون؟ تكلم، وإن لم تخبرني بالحقيقة سوف أقتلك. يا أخي والله، لا تقل لي يا أخي، قلت لك قل لي سيدي. يا سيدي، نعم، والله ما أعرف، والله ما أعرف وين راح المسلمين. كذاب ثم كذاب ثم كذاب. حسنا، أين أهلك؟ تكلم. والله ما أعرف أخي، والله أهلي هاجر ويا أصحاب القرية، فقط بس أني. حسنا حسنا، أبا فليفلة، أبا فليفلة، أبا فليفلة، تعالوا إلى هنا، اسمعني، إن هذا المسلم يكذب، غدا سوف نأخذه إلى ساحة الإعدام ونقتله، هل توافقون الرأي؟ نعم، سوف نقتل هذا المسلم. اسمعني يا أبا فليفلة، لدي خطة أفضل، لن نقتل هذا المسلم الأحمق، سوف نسجنه هنا إلى حين قدوم أهله، وسوف نقتلهم جميعا، ما رأيكم بالخطة؟ حسنا أيها المسلم، سوف تبقى هنا الليلة، خذ هذا الدجاج، خذ، ابقى، تعال أيها الأحمق، امسكه يا أبا فليفلة، قد هرب، امسكه، توقف توقف أيها اللعين، اذهب إلى زنزانتك أيها اللعين. أوكي آسف، راح أموت راح أموت، لا تقتله، لا تقتله أيها الأحمق، أبا فليفلة، رايح لزنزانتي، رايح. حسن، أنا كنت أريد أن أعطيك القليل من الدجاج ولكنك أحمق. الليلة سوف تتعشى ماذا؟ أبا فليفلة، هل لديك حذاء أم ماذا؟ أعطيه حذاء، هل لديك؟ أعطيه حذاء ليتناوله. أيها الأحمق، لقد أخبرت. وبعدها تعرض المسلم إلى ضرب مبرح، بوكسيات، طراقات، الدفر، المهم، وعندما انتهوا من تعذيب المسلم قرروا أن يتركوه ويقول شيئا مهما. أيها يا أبا فليفل، أخرج أخرج أيها الأحمق، هل أنت نائم؟ هذا، أخرج أخرج، دعه ينام دعه ينام، في الصباح سوف نقتله.
يا لك من مسكين، لقد أتيت إلى قرية الكفار وسوف ترى ماذا سنفعل به. افتح لي الباب أيها الأحمق، أيها الغبي، افتح الباب، افتح الباب أيها العين. حسنا، سوف تبقى هنا وسوف تتناول القليل من الأحذية ولحم الخنزير. يا أبا فليفلة، دعنا نذهب من هذه القرية، وغدا في الصباح سوف نأتي ونأخذ هذا المسلم إلى سجن آخر، وسوف نفعل به ما نشاء. هل سمعت؟ نعم، إنه البر وصوتنا المرعب. هيا بنا، هيا بنا إلى قريتنا الأم، قرية الكفار. حسن، هيا هيا بنا. ما هذا الصوت؟ إنه غضب الله. ألا اللعنة علينا، إنه غضب الله. هيا بنا. ماذا يحدث يا أبا فليفلة؟ ماذا يحدث؟ هيا بنا. ما هذا الصوت؟ أهرب بسرعة، أهرب، إن الله غضب منا. أهرب أهرب. ماذا فعلنا؟ أهرب يا أبا فليفلة، أهرب. إذا كنتم تريدون رؤية الجزء الثالث ومعرفة كيف عاقب الله تعالى الكفار وأين سيذهب هذا المسلم، فاضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وتابعوني على الإنستغرام، حسابي بالوصف. اللي ما يتابعني لن يدخل الجنة. اخرج، احرس هذا، توقف هنا، تعال. عيد عيد عيد.